ضيفتي من نيويورك سيدة إيرينا، سؤالي هنا: لماذا دفع وضغط الرئيس الأمريكي باتجاه قبول عضوية السويد في الناتو؟ أو يعني لماذا هذا الأمر مهم بهذا الشكل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية؟ حسنا، إن السويد قوة متنامية والحلف الناتو يكافح من أجل تحقيق ووفاء بتعهداته فيما يتعلق بميزانيات الدفاع، وأيضا يكون هناك جبهات قوية لحلف الناتو ولها دور ريادي أيضا، والولايات المتحدة ترغب في تحقيق هذا الأمر لتخفيف الأعباء على حلف الناتو. والسويد أيضا مهمة في مكافحة ومجابهة التهديدات الروسية ضد أوروبا، وحيث أن هناك جهود مشتركة التي يمكن تكريسها في المستقبل، فبالتالي يمكن أن تكون خطوة ذات أهمية قصوى. السويد أعتقد أنها على أحد الجبهات الهامة ولها أهمية استراتيجية على مدى التنسيق، وأيضا على مدار التاريخ هناك علاقات مؤسسية بناء على الصمود وقوة سويدن، وأيضا هناك أمور ذات أهمية قصوى يمكن تحقيقها من خلال عضوية السويد في حلف الناتو، حيث أن الناتو يبحث ويسعى إلى تعزيز أدواته المؤسسية في التعاون الدفاعي ضد الأهداف، ضد التهديدات المشتركة التي يمكن أن تكون من روسيا أو أي طرف آخر. هل في هذه القمة تحديدا التي تعقد في ليتوانيا يمكن أن نقول أن واشنطن فرضت رؤيتها بشكل كبير على حلفائها في هذه القمة أو على أجندة هذه القمة؟ الولايات المتحدة كان لها دور مؤسسي في قضية أوكرانيا، ولكن فيما يتعلق بالسويد الأمر يبدو أنه كان هناك اتفاق جماعي وعدا تركيا والمجر، والمجر قالت أنها لن تكون آخر دولة تعترض على عضوية السويد، ولكنها تعمل على هذا الأمر مع تركيا والولايات المتحدة لاتخاذ قرارها النهائي وإزالة كافة العوائق ولا مانع لدى المجر. في النهاية الولايات المتحدة ترغب في تحقيق هذه العضوية، ولكن دون أي تسبب في خلاف بين الدول أعضاء حلف الناتو، وتمهد الطريق ومتوقع من تحقيق نجاح كبير في عضوية أوكرانيا أيضا. وأعتقد بناء على ذلك نحن ننتظر الإجابات النهائية والقرارات النهائية، لأنه لا زلنا في حاجة إلى اتفاق جماعي من كافة الأعضاء. يعني يبدو أن عضوية أوكرانيا تظل بعيدة المنال إلى حد كبير وفقا للمعطيات ووفقا لكثير من التحليلات وآراء الخبراء.